قصة من القصص المأساوية جدا، وهو الموظف نور الدين. والموظف ده شغال في شركة من شركات الاتصالات، هو شغال في خدمة العملاء تحديدا، اللي هو الناس اللي بترد على الناس في المكالمات. والقصة دي الشخص ده فجأة قرر الانتحار. هنشوف مع بعض زميلته قالت ايه وايه المشاكل اللي هي كانت بتواجهه، وهنشوف زوجته القديمة او بمعنى اصح طليقته كانت بتتكلم وبتقول ايه بالظبط. لو مهتم تعرف القصة لغاية الاخر تابع معايا الفيديو لغاية الاخر، ويلا بينا. نور الدين شخص شغال زي ما اتفقنا في خدمة عملاء في شركة ما. والنوعية دي من الناس للأسف، أو النوعية دي من الوظائف، بيكون لها سيستم معين، والسيستم ده بيبقى بناء على المديرين. علشان الشركات دي تكون ناجحة لازم أي حد يتصل بخدمة العملاء يلاقيها في أسرع وقت ممكن. وانتوا عارفين طبعا ان النوعية دي من الشغل بيكون عليها ضغط كتير، فدايما نوعيات المديرين اللي بيكونوا موجودين في الأماكن دي بتكون اشخاص تحليلية جدا، فكرة العواطف مش بتكون موجودة عندهم. فعلشان كده دايما اللي بيحصل مع النوعية دي من الناس ان الشيفت اللي هو بيبقى شغال فيه، او الوردية او واتيفر ايا كان مسمى بتاعها، في الوقت ده انت لازم تكون بترد على المكالمات بس، او بترد على الناس اللي هي بتتصل عندها مشاكل. وهنا بيكون في مشكلتين. المشكلة الاولانية ان انت بتواجه مشاكل كتير وبتحب تحلها، او مطلوب منك ان انت تحلها، دي لوحديها اصلا مشكلة هحكي لكم عليها كمان شوية. لكن المشكلة التانية وهو ان انت لو عايز تروح الحمام في اي وقت ممنوع تماما لغاية ما تخلص الوردية بتاعتك او الشيفت بتاعك. انا حتى ما استنيش انه يروح يتكلم معاك يتعر جوه الشركة. الموظف نور الدين كان مريض سكر، فبالتالي النوعية دي من الناس دايما بتحب تروح الحمام كتير. ولما كان بيطلب من المدير بتاعه ان هو عايز يروح الحمام، للأسف كان المدير بيشتمه او بيزعق له، وكان بيمنعه تماما ان هو يروح الحمام. فهنا هو مطلوب منه ان يرد على الناس ويحل لهم مشاكلهم، وفي نفس الوقت هو عنده مشكلة رهيبة ان هو عايز يروح الحمام وممنوع ده. فانت متخيل كم الضغط اللي ممكن يكون موجود على شخص زي ده؟ طلع للدور الثالث عشان يتأكد انه هيموت. وبسبب ان هو كان بيطلب ان هو يروح الحمام كتير، ده خلاه ياخد انذارات كتير. والفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هو من روشان زميلته، وهي بتحكي بعض الحاجات اللي انت هتشوفوها دلوقتي. الموت نفسه على الماكينيات ب 15,000 جنيه تقريبا. صحابه بياكدوا هو ان قرار الترابت ده طلع. فكره انك تعامل الناس كعبيد، احنا مش عبيد. زي ما انت عايزه يكلم الكاستمر ويامباثايز ويفهم ويتعاطف معاه، انت كمان هو يور كاستمر از تيم ليدر. طيب نور الدين الله يرحمه انتحر ازاي؟ الاول بس قبل ما نعرف انتحر ازاي، ايه السبب تحديدا؟ على كلام زميلته ان هو كان مديون ب 15,000 جنيه او 16,000 جنيه، والمرتب بتاعه كان 4,800 جنيه، ولكن المفروض ان هو كان هياخد بدل او مكافأة 10,000 جنيه، ودي بياخدها كل سنة النوعية دي من الموظفين. فهو كان مستني ال 10,000 جنيه دي بفارغ الصبر. اولا ال 15,000 جنيه اللي كان مديون بيهم دولة للبقال اللي موجود تحت البيت، وايجار الشقة اللي هو كان ساكن فيها، لان هو بسبب ان هو ما كانش قادر يكمل ايجار الشقة اضطر ان هو يروح يعيش عند طليقته. والكلام ده هي اللي حكيته بنفسها، ان هو اضطر ان هو يروح يعيش مع اولاده في الشقة القديمة اللي هو كان واخدها، علشان بسبب الديون وان هو مش قادر يدفع الايجار بتاع الشقة التانية. ولد نزل الشغل مرجعش لأهله عشان ممكن يكون حد شغلانة أو حد قال له كلمة تبوشهم to his limits. وده بناء على كلام طليقته اللي هي اسمها نشوة. بسبب كل المشاكل دي هو أصلا شغال في الدور الأرضي في الشركة. طبعا بسبب الضغوط الرهيبة اللي حصلت عليه دي قرر ان هو ينتحر. طلع الدور الثالث في الشركة ونط من فوق علشان يتأكد ان هو لما هيقع هيموت على طول. اللي أنا عايز أتكلم فيه هنا بقى، بصوا يا جماعة، طبيعي كلنا بتحصل لنا مشاكل، وطبيعي كلنا بنتنرفز وممكن نكسر وممكن كلنا نفكر في الانتحار. كلنا بتيجي علينا اللحظات دي، بس هي في نقطة مهمة لازم تكررها في دماغك باستمرار. انا مش هعمل عليك شيخ ولا فقيه، انا بقولك انا نفسي ساعات بفكر في الحاجات دي كلها، كلنا كده. بس ربنا بيقول في القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانت لازم تتأكد تماما ان مفيش مشكلة انت بتتحط فيها الا وانت قدها. لو بتفكر كده باستمرار لما هيجي عليك ضغوط نفسية كتير هتعرف ان انت لما الفكرة دي تكون بتفكر فيها باستمرار فهتيجي في دماغك، فهتحس ان القصة ممكن تكون ابسط شوية من ما انت شايفها، فهتعرف تعدي المرحلة دي. طبعا المشكلة اللي انا بتكلم فيها دي انت او انتي وانت بتتفرج عليا ممكن تكون شايفين ان المشكلة دي عويصة جدا، وممكن تكون شايف ان المشكلة دي بسيطة جدا، لكن هي بالنسبة للشخص ده
سببت له ضغوط رهيبة. النقطة التانية فكرة حل المشاكل. انت لو ما تعرفنيش، انا اسمي هادي جنيدي، انا محلل شخصيات عن طريق علم الفراسة. علم الفراسة باختصار شديد ان انت تقدر تحلل شخصية اي بني ادم من شكل وشه، وهو ده اللي انا هعمله دلوقتي. بس قبل ما ابدأ في النقطة دي، في رسائل كتيرة جدا بتجيلي على الفيس تحليل شخصيات، وتحديدا ناس كتيرة جدا بتكلمني على مشاكل. شخص مش عارف يتجوز، شخص فيه مشكلة بينه وبين حبيبته، شخص عنده مشاكل نفسية، شخص مش عارف يتعامل مع الناس، شخص شايف الناس كلها وحشة، وهكذا. لما ببتدي ان انا بحلل الوجه بتاع الشخصية دي وبعرف المشكلة فين، وببتدي اتكلم معاه في ازاي انه يحل المشكلة دي، انا دي بطبيعتي انا بحب قوي ده، انا بحب قوي اساعد الناس، يعني عندي شغف بده. بس النقطة ان بعد فترة معينة من حل مشاكل الناس دي، عملية فعلا بتكون مرهقة جدا، لدرجة ان انا لو حللت 2 في اليوم، عملت لهم تحليل شخصية كامل، بلاقي نفسي ان انا مش قادر اقف على رجلي من كتر التعب وعايز انام بطريقة رهيبة. فنفس الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها هنا، الشخص ده او الاشخاص اللي هما بتوع خدمة العملاء، انتوا عارفين لما انت او انت عندك مشكلة معينة في النت، في الموبايل، في ايا كان، وبتتصل بخدمة العملاء، انت ممكن ان انت تتخانق او تتعصب مع الشخص ده على اساس ان هو صاحب الشركة او هو اللي ممثل الشركة، في حين ان هو ملوش اي دعوة بحاجة زي كده، وبالعكس هو مطلوب منه 1 2 3 بس، هي دي صلاحياته اللي هو ممكن يعملها. وللأسف المكالمات دي بتكون مسجلة، لان الشخص ده لو اتعصب عليك او عليكي او رد بطريقة مش مظبوطة، هنا بياخد جزاءات وحاجات كتيرة زي اللي انتوا شايفينها في القصة بتاعت نور الدين. وفي الاخر يا عيني، بعد ما كان مستني المكافأة علشان يسدد ديونه، لقي نفسه ان هو مرفوض بسبب المدير. بصراحة يعني انا شايف ان احنا نقول حسب الله ونعم الوكيل. انا مش هتحاسبن في المدير ولا هتحاسبن في شخص معين، لان احنا برضو ما نعرفش ايه الظروف بالظبط، بس انا هتحاسبن في الظروف. واللي طلبه منكم ان احنا نترحم على شخصية نور الدين، واذا كان في حد منكم معتقد ان الشخص اللي بينتحر فهو كافر، الكلام ده مش حقيقي، وانا سمعت علماء دين كتير بيتكلموا في القصة دي، ولكن هي فكرة الانتحار ده يعتبر ذنب عظيم. ولكن الشخص ده لما في ناس كتيرة بتدعي له او بتقرأ له قرآن مثلا، فده بيبتدي يخف من الذنوب اللي عنده لغاية ما الذنوب تكون اقل من الحسنات، فان شاء الله الشخص ده نحسبه ان هو يدخل الجنة على خير باذن الله، بناء طبعا على عمله السابق. نبتدي نحلل الشخصية بسرعة عشان مش عايز اطول في الفيديو اكتر من كده. طيب الشخصية اللي قدامي دي هي ما تعتبرش دلو مقلوب بالمعنى، بس يعني ممكن تكون اقرب شوية للمربع المستطيل. يعني الخلاصة كده، اطار الوجه اللي قدامي ده يعتبر شخص تحليلي، بيحب دايما يحلل كل حاجة، وبيبتدي ان هو يعني هو الشخص ده يصنف طموح على فكرة، عشان الأنف دي تعتبر بتاعته طويلة، فبالتالي الشخص ده بيكون عنده طموح معين وبيرسم خطط لنفسه، لأنه هو شخص تحليلي، وبناء على ده بيستنتج إيه اللي هيحصل. طبعا كشخص تحليلي حصل معاه موقف زي اللي هو حصل معاه، إنه هو كان مستني فلوس عشان يسدد ديونه وراسم خطة معينة لده. طبعا سهل جدا إن هو ممكن يفكر في الانتحار، أو على الأقل ده هيسبب له ضغط نفسي رهيب. النقطة التانية، لو بصيت على الحواجب هتلاقي فيه مثلث هنا ومثلث هنا. المثلث ده الحاجب اللي بيكون بالشكل اللي هو فيه المثلث، دايما نوعية الناس صاحبة هذه الحواجب بتكون عندها حتة حب السيطرة. الشخص ده دايما بيحب يسيطر على الظروف، بيحب يسيطر على الناس اللي حواليه. هو من وجهة نظري والله اعلم، كان حاطط في دماغه ان هو مسيطر على الظروف اللي موجودة. 10,000 جنيه اللي هتجيله دي هيسدد منها الديون اللي عليه، اللي هم 14,000، ومثلا ممكن يدفع 2,000 جنيه، ما هو بياخد 4,800، 2,000 جنيه الشهر الاولاني، الشهر الثاني ادي 14,000 خلصوا. فهو كان ده السيستم اللي ممكن يكون حطه في دماغه، دي من وجهة نظري والله اعلم، ده اعتقادي يعني. طبعا لما فجأة ليه ان 10,000 مش جاية، وبسبب كمان ان هو اترفض حتى المرتب اللي هو 4,800 فجأة بقي مش موجود، طبعا دي عملت له مشكلة كبيرة، فعلشان كده هو فكر في المشكلة دي. النقطة التانية المهمة جدا، ان الانف بتاعته هتلاقيها اللي هي الانف الشكاكة. الشخص الشكاك ده دايما بيهتم بالتفاصيل، فينفع جدا ان هو يبتدي يتكلم مع المدير يقول له طب انت ليه رفضتني، طب انت ليه بتعمل معايا كده. المدير للاسف لو كانت الشفايف بتاعته اللي هي الشفايف الرفيعه، النوع ده من الناس ما بيكونش عنده مشاعر تجاه الاخرين، من النوع اللي ما بيتكلمش كتير. فالنوعيه دي اللي بتهتم بالتفاصيل، لما بتتكلم مع الشخص ده وعايز يعرف تفاصيل، ولكن للاسف الشخص اللي قدامه مش راضي يديله تفاصيل، ده بيعمل ضغط نفسي على الشخص اكتر. اخر حاجة هتكلم فيها عشان انا مش عايز احلل الشخصية كلها، الجبهة دي طبعا تعتبر جبهة عالية جدا، فبالتالي الشخص ده بيقعد يفكر كتير قوي، ممكن يعمل من الحبة قبة،
قلنا عليه ان هو ممكن يكون مثقف والحاجات اللي انتوا عارفينها الناس اللي متابعاني وبتهتم بان هي تتعلم ازاي تحل الناس عن طريق علم الفرزة. لكن النقطة اللي تهمني هنا الجبهة العالية، الشخص ده زي ما قلنا بيفكر كتير لدرجة ان هو ما بيعرفش ينام من كتر التفكير. كل الصفات اللي احنا قلنا عليها دي تدل ان الشخص ده بسبب الموقف اللي حصل له فعلا ضغط نفسي رهيب حصل عليه. انا مش بطلب منكم غير ان احنا ندعي له ونقرا له الفاتحة، عسى ان ربنا يرحمه ان شاء الله، وربنا يصبر اهله واولاده وبس. سلام.